الله أكبر الله أكبر. مهللين ومكبرين شاكرين المولى عز وجل أن بلغهم هذا اليوم الأغر في تاريخ الأمة الإسلامية، عيد الأضحى المبارك بكل ما يحمله من معان روحية. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح شارك جموع المصلين أداء صلاة العيد بالجامع الكبير بالعاصمة إلى جانب رئيس مجلس الأمة بالنيابة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، وعدد من أعضاء الحكومة، وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي الإسلامي المعتمد بالجزائر. نحن الجزائريين إلى أن نتمثل. الإمام الخطيب دعا إلى الاستلهام من عيد الأضحى المبارك قيم الوحدة والتكافل والتآزر، مؤكدا ضرورة الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره باعتماد الحوار أسلوبا حضاريا وروحيا. فلنضع أيدينا في أيدي بعض إخوة الإيمان، فلنضع أيدينا في أيدي بعض متحابين وعلى بناء وطننا متعاونين، ولترك والابتعاد عن التخوين قالين، ولنتشارك جميعنا إخوة الإيمان في بلدنا، ولنحسن الظن ببعضنا البعض، وفي الرجال النزهاء وفي الرجال الأتقياء وفي الرجال المخلصين ومن بقية الباقية من المجاهدين. لا ضامن إخوة الإيمان لوحدتنا ولدوام محبتنا ولدوام اجتماعنا إلا بالحوار. فإذا كان الله عز وجل أمرنا بأن نخرج ممثلاً عن كل طرف من أجل إصلاح بين شخصين، فما بالك إذا كان من أجل إصلاح بين الملايين؟ إذا كان الله قد أمرنا بذلك من أجل الحفاظ على أسرة، فما بالك إن كان من أجل الحفاظ على وطن؟ فهو بلا شك أدعى، وهو بلا شك أوجب، وهو بلا شك أفرض على أمتنا من غيرها. فلنجتمع مع بعضنا البعض مخلصين النية في بناء بلدنا، في بناء وطننا، في بناء جزائرنا، فإنه لا ضامن لنا بعد الله عز وجل إلا بالجلوس لبعضنا البعض، ولنجعل كل شيء وراء ظهورنا وتحت أقدامنا بمقابل بلدنا الحبيب تماما، كما كان يردد العلامة ابن باديس رحمة الله عليه عنده ما كان يقول: الحق فوق كل أحد والوطن قبل كل شيء. ليتلقى بعدها رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح تهاني العيد من قبل كبار المسؤولين في الدولة والسلك الدبلوماسي وعدد من المواطنين، وكل عام والجزائر بألف خير. صح.
شكرا.